هينضم لنا من خلال زوم المتحدث التحفيزي أحمد صلاح، اللي هنعرف منه رأيه في موضوع حلقتنا النهاردة والتفرقة ما بين الولاد. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذة إيمان؟ إيه الأخبار؟ طبعا هي مشكلة تبان عادية بس حقيقي بتعمل انفجارات جوه البيت، يعني بتلاقي في اخوات بياكلوا في بعض، بيقطعوا في بعض بسبب الام او الاب. انا عايز اعرف بس منك الاول، انت بتشوف التفرقه دي ايه؟ يعني الشكل العام كده لما ام تفرق ما بين الولد ده والولد ده، او البنت دي والبنت دي. انا بشوف ان المشكله دي مش مجرد في نطاق مثلا انه بيعمل خلاف ما بين اخته واختها او اخ واخته، دي مشكله بتأثر على المجتمع كله بشكل كبير. زي ما هنبدأ نشوف ايه آثار الموضوع ده، هو مش آثار على فرد، لا، هو الطفل الصغير ده هينشأ بعقد نفسية، العقد النفسية دي هتكبر معاه وهيصبح أب غير سوي أو أم غير سوية، فدي هتلاقيها مشكلة داخلة ودايرة لازم تتحل. عشان كده أنا بحييكي على الموضوع ده لأنه خطير جدا. طيب دلوقتي ليه دايما المحترم اللي بيقول حاضر ونعم تلاقيه دايما هو اللي بيتداس عليه في البيت؟ عشان هو بيكون عاطفي، وده نوع من انواع الشخصيات، بيكون هو شخص متعاطف، دايما بيحط نفسه مكان اللي قدامه، ودايما بيؤثر نفسه على اي حاجه بيعملها، فبالتالي ده بابايا او مامتي بيطلبوا مني ما ينفعش اقول لهم غير حاضر. لما بيحصل ان والده او والدته بيطلبوا من اخواتهم حاجه فيلاقي اخوه او اخته بيرد بتعنف شويه، ما بيقبلش ده على والده او والدته، فبيجي على نفسه فيبدا يعمله. فبالتالي من ضمن زي ما اتفضلتي وقلتي في المقدمه، لما بيبدا الولد يزعق او يبدا يتكلم الولد الثاني، فالاب والام يستسهلوا ويطلبوا من المحترم، من اللي بيبدا يتعامل معاهم على طول، من اللي بيقول حاضر وطيب، فبيبدا الادوار تتقلب، يبدا هو يشيل الضغط كله، هيتحمل شويه شويه شويه، لكن مع الوقت خلاص بيبدا يفيض بيه، خاصه انه بيبدا يلاقي في حقوق بتروح للاخوات التانيين وهو حقوقه ممكن تتأجل أو ممكن ما تديهالوش. وده بيبقى خطأ وفخ بيقع فيه الأب والأم، إن أنا خلاص هتقي بقى لسان الفلاني، البنت دي بتقعد تتكلم، فدي مشكلة كبيرة جدا، فبيبدأ الولد ده يحس بالظلم مع الوقت، وده بيخلي الموضوع يتفاقم بشكل كبير قوي، مهما ضغط نفسه نفسيا هو بيتأثر قوي. طيب إيه الأعراض اللي بنلاقيها على وشوش البنات أو الولاد اللي تحس إن هم عندهم اضطهاد جوه البيت؟ يعني بتحسهم ازاي؟ دي هي بصي نقدر نقول ان هي بتوصل لست حاجات، الست نقاط اللي هنتكلم فيها دلوقتي، في منها هيكون باين وفي منهم مش هيبان. يعني لو هنتكلم على اللي هيبان على وشهم، بيبان ان في كسره، بيبان ان في اي تجمع ان دايما بيتم الطلب منه الاخوات الباقيين مش موجودين، حتى لو كان هو الاصغر مش لازم يكون الاكبر، او حتى لو كان الاكبر، طول ان هو متعاطف ده بيجوا عليه بشكل كبير، ده بيخلق عنده ان هو بيبدا يحقد ويغير من اخواته التانيين اللي مستمتعين بوقتهم، اللي واخدين حقوقهم وهو لا، بيبدا يحس بعدم ثقه في اسرته وبالتالي في المجتمع. انا مش حاسس بثقه، ما هو الميزان مختل، تخيلي بقى واحد كبر وشخصيته اتكونت والميزان قدامه مختل، شايف ان ابوه وامه اكتر اتنين بيحبوه، هم اكتر اتنين بيجوا عليه، سواء كان الاب والام بقصد او بدون قصد. الحاجه اللي بعد كده ان الشخص ده لما هيكبر هيطلع اب غير سوي او ام غير سويه، فده أكيد هيخلي المشاكل تتفاقم. الاهم بقى من ده انه بيبقى عرضه لاي اعراض نفسيه او مزمنه او اكتئاب من صغره، فبيكبر بيها، فالشخصيه اتكونت مشوهه. فمهما جينا اكتشفنا الموضوع بعد سنين، بعد ما كبر وبقى شاب، وفي منهم لحد ما اتجوز، بيبقى صعب تعديله، مش هقدر ان انا اعالج ده بشكل كبير، او هيبقى بشكل طفيف، كده كده الموضوع بقى مشوه. في بقى حاجه اخطر، ان الولد ده يبدا يرد على ابوه وامه بعقوق، بدل ما كان كويس معاهم يتحول ويبدا يبقى جاحد، يفتكر ان هي دي الطريقه اللي يقدر يجيب بيها حقه، او انا هنتصر للضغط اللي انا كنت فيه بان انا مش هسمع الكلام، او انا مش هيبقى عاق بشكل كبير، لكن هيبدا ما يستجيبش ليهم. وبنشوف مشاكل كتير. اتفضل قول النقطه الاخيره. النقطه الاخيره ان هو بيبقى فاقد الحب والحنان والاحتواء، فيروح بقى لاصدقاء السوء،
ايوه يتجوز واحدة مش مناسبة ليه عشان يخرج من الموضوع ده ويبقى مسؤول من حد تاني، هيبقى عرضة، بيلاقي الطبطبة بيدور عليها في اي حد تاني، اي طبطبة هيبقى عرضة بيبقى. للاستغلال بقى، عرضة للاستغلال من الناس المؤذية والشخصيات السامة وده اللي اللي بنشوف أكبر منه خبرة. العلاقات التوكسيك اللي بنسمع عنها واللي بنشوفها اليومين دول، تلاقي البنت من علاقة لعلاقة لعلاقة كلها توكسيك بسبب ان هي مش لاقية الطبطبة والحنان جوه بيتها عند ابوها وعند امها. يعني بنشوف مشاكل بنات وفي الاخر بتلاقيها منهارة نفسيا، ولو دورنا 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 هنلاقي المشكلة عند الام، المشكلة ما عند هي الاب، هي مش النقطة، لاقية الحنان المشكلة في في البيت. حاجة، المشكلة إن هيبقى النتيجة هتطلع من الاتنين، بمعنى لو في واحد متعاطف وكويس في أسرة واحدة وأخته التانية مستقوية، أخته التانية المستقوية ممكن تطلع من الموضوع ده شخصية توكسيك. وهو هيطلع ضعيف الشخصية. يعني بنشوف الحاجات دي كتير قوي. يعني تلاقي، شكرا ليك يا أستاذ أحمد، نورتنا أستاذ أحمد صلاح المتحدث التحفيزي.